احنا خدنا المصل في بتاعه الفور اي ار، خدنا الفليكسور 3 وخدنا الاكسنسور اللي هي الاكسنسور 8 ترايسكس مصل، صح؟ ولا ما خدناهمش؟ خدناهم. نيجي للبلاد فيسل بتاعه الايه؟ الار. البلاد فيسل بتاعه بعدين الاكسلري ار مين ده؟ عند الاوتر بوردر بتاع الفيسري. وينتهي عند اللور بوردر بتاع التيرس ميجر. ادي الاكسلري ار في ار. بينتهي عند اللور بوردر بتاع التيرس ميجر مصر. ويبقى البريكال ار. البريكال ار بيجي ماشي لغايه الليبل اوف ذا نيك اوف ذا راديوس. وعند الليبل بتاع النيك اوف ذا راديوس ابص الاقي ان التو تيرمينال برانشز دول الالمر ارتري والريتيال ارتري. ده البريكيال ارتري ده. وعند الليفل بتاع النيك اوف ريتيس بيدي الالمر ارتري وبيدي الريتيال ارتري. ده بداية البريكال ارتري ونهاية البريكال ارتري. هبص الاقي هذا الارتري بيدي ميني برانشز. واحد منهم البروفاندا براكياي اللي بيمشي في السبايرال جروف. ومن هو بيتفرع لانتيريور برانش يمشي قدام اللاترال مالولا والبوستيريور برانش يمشي ورا اللاترال مالولا. ده بيسموه ذا بروفاندا براكياي ارتري ميجور ارتري بيمشي في السبايرال جروف ومعاه الراديال ارتري ماشي معاه في السبايرال جروف. ايضا هذا البريكال ارتري بيدي نيوترنت ارتري تو ذا هيومرس. نيوترنت ارتري تو ذا هيومرس وبيدي ماسكولار برانش للمسلز اللي حواليه. بيدي ايضا السوبيريور النر كولاترال. ده بيمشي مع الالنر ويمشي ورا الميديال ايبيكوندايل. سوبيريور النر كولاترال. سوبيريور النر كولاترال. ده بيمشي مع الالنر ويمشي ورا الميديال ايبيكوندايل. في جروف موجود ورا الميديا الكوندايل مع الالنر ناب. ايضا بيدي الانفيريور النر كولاترال وهذا بيجي ماشي قدام اللاترال الكوندايل. الانفيريور النر كولاترال دي المين برانشز بتاعت البريكر ارت. اهم ريليشن ليه؟ هبص الاقي على الميديال سايد بتاعه بلاقي الالنر نير. والالنر نير ده هو يجي ماشي ميديال الارت لغايه الميدل اوف ذا ارت ويجي عامل بيرسينج للميديال انتر ماسكولار سيستم ويمشي في البوستيريور كومبارتمنت مع السوبير النا براتر ويجي ماشي ورا الميديال ايبيكوندايل. ده النا النار. لايس ميديال الارت. لغايه الميدل اوف ذا ارت. يعني بيرسينج للسيبتم ويجي ماشي في البوستيريور كومبارت. لغايه ما يمشي ورا الميديال ايبيكوندايل. ده النا النار.
ميديان ناب. هذا الميديان ناب بيتكون زي ما انتم عارفين من تو ميديان ولاترال روف، وبيتكون لاترال للاكسلر ارك ويمشي لاترال للبريكال ارك لغايه الميدل اوف ذا ارك، بيجي عامل كروس للبريكال ارك، بيجي ماشي ميديان للبريكال ارك ويتنو ميديان للبريكال ارك. بس ده ميديان ناب، ميديان ناب. لاترال وبعدين كروس وبعدين بقى ميديان. يعني في الكيوبيتال فوسطة دهية هلاقي النار ميديان للعرض. الاثنين دول الحمد لله ما بيدوش برانشز في الارض، لا الانا النار بيدي برانشز ولا الميديان النار بيدي برانشز في الارض. طيب انا هكبر المنطقه دي. دي تروكي اهي، وادي الكابيتولا، وادي اللاترال سيمي كوندايل اهي، وادي الشافت، وادي الالنا اهي، وادي الريديوس اهي الفتة بتاعتها، وادي الميت، وادي الشافت بتاع الريديوس، وادي الريديو تيوبروسكي اهو، وادي الريديوس. هنا هبص الاقي البريكاريس ماسل خارجه من الفرانكن اهو، وراح تعمل انسيشن في التيوبروست بتاع الارض دي البريكاريس ماسل اخدناها في ماسل تانيه لسه ما خدناهاش، خارجة من اللاترال سوبرا كوندالا ريدج ده اهي اهي، وراح تمسك في الريديوس هذه المصل ده اهي اهي. المصل دي اسمها البريكيو راديالس. البريكيو ريديالس. البريكو ايه؟ ريديالس. خدنا الانا الناف في الارض ما بديش برانشز. خدنا الميديان ناف ما بديش برانشز. من مين بدي برانشز؟ الريديال. الريديال ناف. الريديال ناف خارج من البوستيريور كوب بتاع البريكال ديكس. وبعدين يجي ماشي بالسبايرال جروف مع البروفاندا بريكيه ارت، ولور ده يجي عامل بيرسنج فاشيا ويبقى سوبرفيشيا. لما يبقى سوبرفيشيا يجي نازل في جروف ما بين البريكيالس والبريكيوريكيال، وعند الليبل بتاع اللاترال ايبيكوردايل يبني التو تيرمينال برانشز بتوعه، الديب برانش والسوبرفيشال برانش. ايه؟ الريجيال نير. هذا الريجيال نير الروت فاليو من كلهم. يعني من سيرفيكال خمسه، سيرفيكال سته، سيرفيكال سبعه، سيرفيكال ثمانيه، ثراسيك واحد. خارج منين؟ خارج وان اوف ذا تو تيرمينال برانشز اوف ذا بوستيريور كورس اوف ذا بيتر بيس. يجي ماشي في السبايرال جروف اللي موجود في البوستيريور اسبيكت اوف ذا هيومرس، وماشي معاه مين؟ البروفاندر ريكيان. عند اللور بتاع الارم البيرسز ذا ديب فاشيا، بيجي داخل ما بين التراكياليس والبريكر دي تو جروف معاهم ما بينهم.
ويجي ماشي وهذا الجروف فيري كونستنت لدرجه ان انا لما ادور على الراديال ناب ادور عليه في الجروف ده. ادي البريكيوال جالس اهي وادي البريكيوالس هنا اهو في الجروف هنا اهو واكيد شفتوه. هذا الجروف فيري كونستنت. لما عاوز ادور عليه البريكيوال جالس البريكيوالس اجي افتحهم من بعض الاقي الراديال ناب موجود. وفيري كومن يتمسك في المنطقه دي. لأن ده كونستنت، هو مفيش حد بيمشي زي في المنطقة دي. ده الريجيال نيرف في الأرض. البرانشز بتاعت الريجيال نيرف في الأرض. دي برانشز في الأكسلة، وهو لسه في الأكسلة. الأكسلة بيدي برانش نمرة واحد. اللاترال لونج هيد أوف ترايسبس. والميديال هيد of triceps وبيدي ال posterior cutaneous nerve of the arm وبيدي branch of the shoulder. The radial nerve ده ليه characteristic انه بيبعت البرانشات بتاعته قبل ما بيوصل للمنطقة. يعني هو في الاكسلة يبعت ال posterior cutaneous nerve of the arm عشان يغذي ال skin of the posterior aspect of the arm. وهو هنا هو في الكمبيوتر فوسط يبعت ال posterior cutaneous nerve of the forearm. فدايما يدي البرانشز بتاعه قبل ما يوصل للمنطقة. فهو برانشز في الأكسلة بيدي ال posterior cutaneous nerve of the arm to supply the skin of the posterior aspect of the arm. بيدي ال medial head of triceps بيدي ال long head of triceps. وهو ماشي في السبايرال جروب ده بيدي خمسه برانشز. بيدي نمره واحد بيدي اللاترال هيد اوف ترايسبس الميديال هيد اوف ترايسبس بيدي البوستيريور كيوتينيوس نيرف اوف ذا فور ارم بيدي برانش تو انكونيوس ماسل بيدي اللور لاترال كيوتينيوس نيرف اوف ذا ارم. انتوا عارفين انا عندي الارم اهو عندي دي الدلتويد ماسل اهي السكين اوفر ذا ابر هاف اوف ذا دلتويد سبلاي ذا سوبرا كلافيكولار نيرف من سيرفيكال 3 و4 The skin over the lower half of the deltoid supplied the upper lateral cutaneous nerve of the arm. The operation means the axillary nerve. Lacking the lower aspect, the lateral aspect of the side supplied the lower cutaneous nerve of the arm. The branch means the radial nerve. كاين من عند الارم اهو الدلتويد ماسل اهي السكين اوفر ذا ابر هاف اوف ذا دلتويد سبلاي بالسوبرا كليفيكولار نيرف زي ما انتوا عارفين السوبرا كليفيكولار نيرف سباكه 3 4 عشان كده البين بتاع كل ستايس كان بيروح هنا اهو الطريق فين كناب انما السكين اوفر ذا لور هاف اوف ذا دلتويد سبلاي بالابر لاترال كيوتينيوس نيرف اوف ذا ارم برانشن مين مش احنا قلنا لما الاكزيلا نيرف بيتعور بلاقي في لوس اوف سنسيشن اوفر ذا سكين اوفر ذا لور هاف اوف ذا دلتويد. طيب بقيه اللاترال اسبيك بتاع الار ده سبلاي باللور لاترال كيوتينيوس نيرف اوف ذا ار برانش من مين؟ من الراديال وهو في السبايرال جروف وبيدي البوستيرو كيوتينيوس نيرف اوف ذا فور ار وبيدي اللاترال هيد والميديال هيد لانه كنترول وبيدي برانش لانكونيوس ذا سمول ماسلز على طالعه من اللاترال ايبيكوندايل هنا اهو ورايحه للايه؟ للاوليكرام بروسيس ماسلز الصغيره كده اهو بيسموها بتعمل اكستنشن الب اكستنشن اسمها الانكونيوس شفتوها؟ شفتهاش على الجثه؟ تلاقي ترايسبس شفتوا ترايسبس؟ جنبها ماسلز صغيره جدا طالعه من اللاترال ايبيكون
دايك وتريانجولر رايحه ماسكه في الاوريكنوم بروسيس اسمها الانكونياس ماسل بتهيلب اكستنشن اوف ذا ايلد. فهو في السبايرال جروف بيدي خمسه. محدش احسن من حد. وهو ايضا في الجروف ما بين البراكيالس والبريك راديالس بيدي خمسه. بيدي برانش للبراكيالس. بيدي برانش للبريك راديالس. وبرانش كمان لمصر جنبها انا خدت انا اهوت اسمها الاكستنسور كارباي راديالس لونجاس. المصر ده فيري امبورتنت. هناخدها. وهو في السبايرا جروب بيدي ثلاثة ماسلز، البراكيالس جنبه بيديه. البريكوراديالس جنبه بيديه، جنب البريكوراديالس في واحدة من الاكستنسور، اكستنسور كارباي راديالس لونجاس. سبلايد بي الراديان نير. أنا عارف إن الدنيا تلخبطة. بس هو لازم تقاوم. لأن لازم تعرفوا الكلام ده. لازم تعرفوا الكلام ده. ها؟ الشرع تفسير العيش بس هو ايه دلوقتي؟ اكستنسور كارباي راديالس لونجاس. دي ثلاثة مصر جوه في الجروب ده. في الجروب اللي هو ما بين البريكو راديالس والبراكيالس. هو في الكيوبتال فوسطى. وبيدي برانش للالف جوينت. وبعدين عند الليفل بتاع اللاترال ايبوكوندايل ده اهو بيتفرع على التو تيرمنال برانش بتوعه. التو تيرمنال برانش بتوعه اثنين. نمره واحد سوبرفيشال برانش اوف ذا راديال نير. والديب برانش اوف ذا راديال نير. فاهمين حاجة؟ مش فاهمين. الريديان نيرف عارفين هو طالع منين؟ سيربو. الروت فاليو بتاعته كل روت فاليو. بيمشي في السبايرال جروف ورا الهيومرس. عشان كده لو حصل فراكشر الشافت اوف ذا هيومرس يتعور ريديان نيرف على طول. ادي أول حاجة. بعد كده يجي ماشي بيس دي فاشي. ويجي ماشي في جروف. ما بين البراكيالس والبريكيالس. أين ينتهي؟ ينتهي عن الليفل بتاع اللاترال ايبوكوندايل. يدي سوبرفيشال برانش ودي برانش. دي نهاية الريديان. كده سهلة؟ في الأكزيلا بيدي ثلاثة بلاش أربعة. اللونج هيد، الميديان هيد، وبيدي البوستيريو كوتينيوس نير أوف ذا أرم. في السبايرال جروب بيدي خمسه. لازم يكمل اللاترال ده يدي اللور لاترال كوتينيوس نيرف اوف ذا ار. لازم يكمل السكين هنا اهو بوستيريو كوتينيوس نيرف اوف ذا فور ار. جنبه اثنين ماسل لاترال هيد والميديا هيد بتاع ترايسبس وهو في الجروب هيديهم هما كمان. والحقيره الصغيره انكونياس باسل. مش عارف انكونياس باسل دي زرعت لكم في البخت. نيرف تو انكونياس. على فكره الماسل ديت مش بتعمل اكستنشن. المصل ديت لها فانكشن غير طبيعية لكن مش عليكم. لكن كفاية انك تعرفوا الانكونياس مصل. حتى اسمها حلو. انكونياس. مش عاجباكم؟ حرين. غصب عنكم هتعجبكم. خمسة برانشز. وهو في الحتة ما بين البراكيالس والبريكيالس خمسة. تحضر الخمسة كل خمسة. خمسة في عين العدو. خمسة جنبيه ماسل براكيالس بيديه. مش احنا هنا براكيالس دبل انرفيتد. مش هنا بتاخد من ماسكول كوتينيوس بتاخد من ريديال. او ريديال بيديه عشان هو جنباه ماشي في الجروب جنباه.
والفصل الثانية البريك راديالس اهي، وجنبها الاكسنسور كارباي راديالس لونجس. الاثنين الثلاثة دول بياخدوا من الراديال نير بروبر، ودي مهمة جدا 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 إلى أقصى درجة. وبعدين بينتهي تو تيرم برانش بتوعه، سوبرفيشال برانش والديب برانش. سوبرفيشال برانش يعني 10 10 5 و 5 5 و 3 و 2 5 و 3 و 2 5 و 3 5 5 اول شيء بيعطي الخمسه للـ بعدين بيعطي الثلاثه مصلز، بعدين بيعطي الديب والتو تيرم برانشز بتوع الاثنين ادي خمسه، بلاش الال مش مهم الال، التو تيرم برانشز بتوع السوبر فيشر برانش ادي واحده، واحد محترم هو اللي بيغذي السكين اهو، والتاني محترم هو اللي بيغذي كل الاكستنسور مصلز اللي ورا كلها، فالاثنين محترمين جدا. كيف قيمة التجاهليه؟ يعني حسبت لا يا شيخه، لا لا ما ينفعش الكلام ده، الكلام ده ما ينفعش ابدا، ما رضيش ابو حنيفه ده ابدا. فاهمين الكلام ده؟ كان ده فيري امبورتنت. ليه بقى يعني؟ البيشنز ده 45 سنه ومش عارف ايه، يوزز كراتشز. كراتشز بتاع فين اللي هي ايه؟ العكاز اللي بيدخل تحت الباط ده. اما يدخل تحت الباط ده ممكن يعور لي اي نيرف في الباط، سبيشالي الراديال وسبيشالي الاكزيلري نيرف، ممكن يتعور بالكراتشز. لما يتعور الراديال نيرف في الاكزيلا كل برانشاته بالسلامه، كل البرانشات اللي بتغذي البصيل الاسود ده بالسلامه، الترايسبس راحت ما اقدرش اعمل اكستنشن اوف ذا ان، الاكسنسور دول راحوا ما اقدرش اعمل اكستنشن للريست ولا اكستنشن للفينجر. ابص الاقي ايدي كده اهوت وقعت كده اهو والفينجر وقع كده اهو. بيسموها ريست دروب وفينجر دروبس. دكتور كانه شلل يعني كان اليد جاها شلل يعني اليد انشلت كده لانه ما راح يقدر يحركها. مش هعمل مش قادر اعمل اكستنشن دي. لكن ايه ده عامل فليكشن. ليه؟ لان الاكسنسور ما هو الزيمتك منتشر على النيرف ده، النيرف ده بيدي الاكسنسورز كلهم اللي موجودين في الفور ارم اللي هناخدها، هو الديب برانش ده، فلما يتعور وهو في الاكسيلا ده كمان اتعور، فيحصل كاركترستيك ريست دروب وفينجر دروب. بص الاقي الريست بدل ما انا ماسكها كده لا بص وقعت، والفينجر كمان ما بقدرش اعمله اكستنشن، الاكسنسور راح يقعوا كمان. وبص الاقي منظر كده ده ريست دروب وفينجر دروب، ريست دروب وفينجر دروب ايكوالز راديال نيرف انجن زائد لوس اوف اكستنشن اوف ذا ايل. ركزوا معايا يا جماعه، الحاجات اللي هي الفايتال المهمه جدا اللي لا تفهم فيه هو ده موضع الايه؟ السؤال. هدي نمره واحده اهو في الاكسل نمره واحد نو اكستنشن اوف اي ما اقدرش اعمل اكسل، كل اكسنسور راح، اللي هنا اكسنسور راح واللي هنا اكسنسور راح، لان هو اللي بينزل اكسنسور بس. نمره اثنين ابص الاقي ريست دروب وفينجر دروب. ريست دروب فينجر دروب. مش كده وبس، هلاقي السنسيشن على البوستور اسبكت اوف ذا ارم والبوستور اسبكت اوف ذا فور ارم اختلف. هلاقي السنسيشن على الباك الفور ارم والارم، مش هو كان بيدي البوستور كتير سيلز الارم، وهنا كان بيدي البوستور كتير سيلز الفور ارم، هو قطع من فوق الاكزيل ده راح وده راح، يبقى السنسيشن على الباك اوف ذا ارم راحت والسنسيشن على الفور ارم الباك اوف الفور ارم راح.
انتوا فاهمين حاجة؟ ايوه. ركزوا معلش. أنا في غاية الأسف بصراحة للي أنا بديهوله. لكن لازم تعرفوه رضيتوا أم لم ترضوا. لازم تعرفوه غصب عنكم هتعرفوه. أنا مش غاوي إن أنا أقول لكم كلمات كتيرة وألفو مصر زي ده. إيه إكسسو كاربي ناديا رسوكر زي على قضية. قضية. دي مصيبة لوحدها. إن ريدي النرب يغذيها دي كارثة. كارثة. دي كارثة ليه؟ ده كل اكسنسور راح، لان ده بيغذي كل اكسنسور، فده راح كمان، وده راح كمان احساس السنسيشن في الان راح كمان غلب، بس لما نجيلها لسه. بس تذكروا ان هو في هذا الجروف بيدي الاكسنسور باي باي لاتيالس بوكس. تذكروا هذا جيدا لغايه ما اقول لكم اهميتها. فلو تعور هذا في الاكزيلا هيحصل اللي انا قلت لكم عليه ده كله. لوس اوف اكستنشن اوف ذا ايل، ريست دروب، فينجر دروبس، لوس اوف سنسيشن على الباك اوف ذا ارم اوف ذا فور ارم، ده كله شيء طبيعي. صح؟ ولا مش صح؟ صح. طيب عيان عنده مش عارف 30 سنه خبطته اتوبيس. لا احسن عيان عشان ايه؟ كترت عربيتها وعملت حادثة بالعربية، حصل فراكشر شافت يومرس. فراكشر شافت يومرس. لما يحصل فراكشر شافت يومرس مين اللي هيتعور؟ ريديان. وهو فين؟ في السبيرو. اتعور نوع في السبيرو. لما يتعور في السبيرو كيف يختلف لو اتعور في الاكزيلا؟ نمرة واحد، لو اتعور في السبيرو جروف الـ extension of the elbow will be maintained. مش هتروح. ليه؟ لأنه هو في الأكزيلا أنت اللونج هيد والميديان هيد. خلاص. ميديان هيد شغالة واللونج هيد شغالة والاثنين قد المصايب زي ما شفتوه. فيعملوا extension of the elbow. أما هو اللي عايز يعمل extension elbow في العرض يعمل extension. عارف إن الريديان نيرف مش متعور في الأكزيلا. تعرف الأكزيلا كله راح. وده الفرق ما بين الانجل راديان نيرف وهو موجود في السبارا جروف والانجل راديان نيرف وهو في الأكزيلا. لكن بقيت كله هيحصل، ريست دروب وفينجر دروب والسنسيشن. السنسيشن على الباك اوف ذا ارم مش هيروح. لأن ده وهو فين؟ وهو في الأكزيلا. فالسنسيشن على الباك اوف ذا ارم ويل بي مينتين، لكن السنسيشن على الباك اوف ذا فور ارم ويل بي لوست. والله ما انتوا فاهمين حاجه. ركزوا لان دي مناطق الاسئله. ده مناطق الخطر. فما اجيش امسك الاورجن وانسيرشن والنيرف سبلاي واسيب المصايب دي، المصايب دي اهم. لان كل هيجي هيجي كيس. واحد يتعور هيتخبط نصب سنسيشن نصب موفمنت ده اللي هيجي. فلازم اعرف ان راديان نير ممكن يتعور هنا ممكن يتعور في المنطقه دهية. صح ولا لا؟ صح. انا هقول لكم بس نقطه وحاسب. نقطه وحاسب لغايه ما اشرحها بالتفصيل، هتشرح بالتفصيل. الريديان نيرف ده بيدي سوبرفيشال برانش وديب برانش. الديب برانش اللي غذي مين؟ كل اكسنسور. نفترض ان الديب برانش ده اتقطع وبيتقطع في الفراكشر بتاع الراديوس. عيان عنده 50 سنه مش عارف ايه، لا عيان عندها 50 سنه خدت بالعربيه بتاعتها وحملت حادثه بالعربيه كسرت الابر اند اوف ذا راديوس. كسر الابر اند اوف ذا راديوس اتعور لان لف حوالين النيك اوف ذا راديوس. اللي هو الديب برانش بتاع الايه؟ صح؟ الديب برانش. ايه الفرق لو اتعور الديب برانش؟ هو غازي الاكسنسوس. ولو اتعور الريديان نيرف.
لو اتعور البوستيريور الدي برانش ده هو الاكسنسور راح ما عدا مين؟ الاكسنسور كارباتال مش هتروح ليه؟ لان واخده من الريديال نيرف شخصيا قبل ما يتقاسى. ولذلك مش هيحصل ريست دروب لو تعور الديب برانش مش هيحصل ريست دروب ليه؟ لان الاكسنسور كارباتال سونجاس كان اكستند الايه؟ الريست لوحدها. فمش هيحصل ريست دروب لكن هيحصل فينجر دروب. خلي الكلام ده هو بس لغايه ما يتشرح بالتفصيل تاني. بس تبقوا عارفين ان في ريديال نيرف انجري وفي الديب برانش انجري بتاعه. وان الفرق العظيم ما بين الاثنين واللي جنبها سنسور كارباري ديالس لونجاس سنسور كارفارا ديالس لونجاس ويل بي مينتين. لو حصل انجري دي برانش اكستنشن اوف ذا ريست ويل بي مينتين. ذير از نو ريست دروب لكن في فينجر دروب لان الاكسنسورز كلهم اللي بيحركوا الفينجر راح فينجر لكن الريست اعمل اكستنشن لا. تمام تمام
لكن مينلي برونيت. المشكله مش كده بس، المشكله ان الميديان نيرف وهو كان ماشي كده اهو ميديان نيرف عشان يدخل الفور ارم الميديان نيرف اهو يجي داخل ما بين التو هيز بتوعك ويديها نفس الضغط. ده الميديان نيرف. عشان كده الميديان نيرف ممكن يتقفش عليه في القلب لانه ماشي ما بين تو هيدز. نفترض الهيد دي والهيد دي اتخانقوا مع بعض وعملوا كونتراكشن وزنقوا مين؟ فيحصل ميديان نيرف اندراب. اندرابمنت يعني يتقفل عليه في القلب. اندرابمنت. اتأثر عليه في العلم. ليه؟ لأنه ماشي ما بين التو هيز أوبريتور تيتس. وعشان ماشي ما بين لازم يديها نفس الضغط، لازم. ما يمشيش كده بالعافية، لا. برونيتور تيتس مصر هناخد فور أب، أول مصر في الفلكسور ذا فور أب برونيتور تيتس مصر. وأول مصر في الإكستنسورز أوف فور ارم هناخد المصل اللي هي البريكيور جانس مصل خارجه من اللاترال سوبرا كوندار رينج دهيا وراح تمسك في البيز اوف ذا ستايلويد بروسيس اوف ذا راديوس. مين دي؟ البريكيو جامد. مصر محترم ايضا. اهي اهي. تعرف انتوا دخلتوا الجيش؟ ما دخلتوش الجيش؟ لو دخلتوا الجيش في حاجه اسمها التحيه العسكريه. بص عامل كده اهو. ميد برونيشن ميد سوباينيشن فليكشن اوف ذا الب. ميد برون اللي هو سوباينيتد ولا هو برونيت؟ ميد برونيشن ميد سوباينيشن وفليكشن. لو عملت كده اهوت هتلاقي المصر كونتراكت. دي البريكيو رادياليس. البريكيو رادياليس مصل اوف ذا ميليتري سايكلوز. تحط الهان الار في الميد برونيشن ميد سوباينيشن تعمل فليكشن اوف ذا ايه. البريكيو رادياليس مصل سبلاي بمين نيرف سبلاي بتاعها؟ بمين؟ الريجيان نيرف وهو في الجروف بتاعها. بريكيو رادياليس مصر هتشرح في اول اكستنسور بس لازم يجي معاك دلوقتي. ايه بقى؟ لان المنطقه اللي قدام القلب ده هي اسمها الايه؟ المنطقه دي اهي المثلث ده اهو ده بيسموه الكيوبيتال فوسطى. كيف تعرف قصة تريانجولار سبيس البيس بتاعه imaginary لاين imaginary انا بتخيله ما بين الميديان ايبوكوندايل واللاترال ايبوكوندايل ده البيس. الابيكس بتاعه لقاء البرينكو رادياليس ماسل مع البوريتور تيرس ماسل. الحته ده هي الكيف تعرف قصة ودي ان فرونت اوف ذا ايبوكوندايل. الكونتنت بتاعتي هبص الاقي من ميديان للاترال الميديان نيرف وهنا هو البريكيال ارم واللي عند النيك اوف ذا راديوس يدي الراديال اونر ارت الناحيه دي والراديال ارت الناحيه الثانيه. ده البريكيال ارت اهو. لاترال لهذا البريكيال ارت هلاقي التندون بتاع البايسبس. البايسبس براكيه تندون هو رايح يعمل انسيرشن اهو. بايسبس تندو. وهلاقي في الجروف ما بين البراكيات والبريكيرانيالس اللي تحتها اللي تحت البايسبس هلاقي هنا مين؟ الريجيان نيرف اللي نفتكم من اهو. من
مش دي البراكاس اللي تحت البايسبس؟ وادي البريك دي اهي، شوف الجروف ما بينهم اهو، ماشي في هذا الجروف اهو، دي البراكاس اهي والبريك رادياليس اهي، وهلاقي ان هو الريجيان ده مش هلاقي، انا بفتح الاثنين هلاقيه. فالكونتنت بتاعت هذه الفرصه زي ما انتم شايفين، ريجيان نان بريكر ارت، البايسبس تندو لاترال بريكر ارت، وبعد اللاترال اليوم خالص الريجيان نان. دي الكيوتر فرصه، كلام فاضي. كلام فاضي. لكن اللي مش فاضي ايه بقى؟ ان انتوا عارفين الانسيرشن بتاع البايسبس ده اتنين انسيرشن. كان عن طريق مين وعن طريق مين؟ البايسبتال ايه؟ ابنيروزس. ادي واحد منهم كان يجي رايح ماشي ومعدي ان فرونت اوف ذا بريك ارت ويروح للدي فاشيا. معدي قدام مين؟ البريك ده اسمه البايسبتال ايه؟ بايسبتال ايه؟ ابنيروزس. سوبرفيشال لمين؟ للبريك ارت. وعامل جزء من الروف، الروف بتاع الفصه الدي فاشيا وفيها البايسيكتال ابنيروزس. يعني ايه حاجه؟ بس لازم تعيد. ها؟ لازم تعيد. ممكن تعيد. بقى ادي الايه؟ الاكزيلري ارتر او ماشي اهو. التندوم بتاع البايسيكس اهو. التندوم بيبعت الابنيروزس. الابنيروزس بروح للدي فاشيا اللي بيعدي قدام البريك ارتر. شرح للديب فاشيا. فاصبح جزء من الروف بتاع الفصل. الروف معمول بالديب فاشيا والبايسيبتال ارتر. البايسيبتال ارتر سوبرفيشال البريكال مين؟ ارتر تحتيه البريكال ارتر. والميديان نير تحتيه. صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ صح. صح. طيب. ادي الكيوتا الفصلى اهي، ادي دراعي اهو، وادي الكيوتا الفوز الفور ارم اهو، ده الفور ارم اهو، دي الكيوتا الفصلى اهي. ان فرونت اوف الكشن. هنا في سوبرفيشال بين على الميديا سايد هنا اهو. اسمه البازيليك فين، فين الطرح. وعلى اللاترال سايد هنا اهو فين الطرح. السيفاليك فين. وفي ما بينهم في فين. طالع وماشي. في السوبرفيشال فاشا بتاع الكيوكا فوسط. هذا الفين اسمه الميديان كيوبيتال فين. ده البازيليك، ده سيفاليك اللي ما بينهم وعلى الفصل. هذا الميديان بازيليك فين؟ ده الكومن سايت في الانفيوجن. لما تيجي تعلقي محلول لواحد او تدي له حقنه في الوريد يربطنا اهوت ودخل هنا اهو. في الميديان كيوبتال فين واضح. ميديان كيوبتال فين فيري كلير. ذا سايت اوف انفيوجن. او السايت لو حطيت كاسيتر او لو حطيت كانيولا. كانيولا بحط الكانيولا على اساس ان عندي محاليل كتير. ميديان كيوبتال فين. الميديان كيوبتال فين ده ايه؟ ده سوبرفيشال للفصل. ادي البايسيبتال ابنيروس اهو. سوبرفيشال ليه الميديان كيوبتال فين. ديب لي البريكال ارتري والميديان نير وده البايسبتال ابنيروزس. صح ولا غلط؟ صح؟ صح ولا غلط؟ صح. بايسبتال ابنيروزس تحتيه بريكال ارتري والميديان نير، لكن سوبرفيشال ليه مين؟ ميديان مين؟ كيوبتال فين. ولذلك ديورنج كاستر او انفيوجن او ديورنج كاسترايزيشن او ديورنج
ان انا ايه اعمل كانيون في الميديان جوبتال فين. If I misdirected, I can injure me. The big artery. The big artery can be injured. If I miss, load or mislead the cannula that left at that goal, I tell I am not in sleep. We get it. وشتموا بهدل الدنيا بقى وضرب وكسر ليه؟ لان فيري سيفير بين. لو نطيت الارض ده فيري سيفير بين. هقول ليه ما عليك الناس؟ ليه ما عليك المستشفى؟ فلازم اعرف ليش دي بس ارفع في الرودس وايه دي انترفين تحت الارض. لان الدوشه كان مش عارف ايه كلام فاضي. مش هتكون فاضي. استاذ معرفش الفلور بتاعها ان هو البراكيالس ماسل وهنا هنا هو البايسمس السوبينيت. انا اخد السوبينيتور بعدين هتعرف ان الفلور معمول ايضا تو ماسل البراكيالس اند السوبينيتور بس ده اوريدي الفلور. واحد يمشي قدام الميديا ليبكولداي ويانستموز مع ده.
والاثنين ريكارنت، ريكارنت يعني بيرجعوا في الارض ماشي كده اهوت، ودول راجعين عكسه. فده الانتيريور وده البوستيريور النار ريكارنت ارتريس، والاثنين بيانستموز مع قوي جدا. ها؟ ريكارنت يعني بيرجع كتير في الكلام. انا ماشي كده اهوت وده راجع في الطريق زي النار ارتري ماشي كده وده راجع كده. عشان هو ريفر عشان يعمل انستموس هيعمل ده ايه؟ عشان يدي بلاس سبلاي للايكو ريجن. فالايكو ريجن ديت البلاس سبلاي بتاعها هو الانستموس اللي قراه. حاجه احسن من حاجه. ده بيدي انا ريكارنت بيدي ريديا ريكارنت روح للانتيرو برانش. ريديا ما فيش انتيرو بس هو ريديا واحد بس ريديا ريكارنت. وبعدين هذا الأبنر أرضي يدي برانش اسمه الكومان انتر أوسياس يدي انتر أوسياس ريكارنت أرضي روح للخارج انتر أوسياس ريكارنت بس. يبقى في اثنين حوالين الميديان واثنين حوالين اللاتر، واحد قدام وواحد ورا. اللي جاي من قدام الانفيريور النر واللاترال مع الانتيريور النر ريكارد. سوبيريور النر واللاترال مع البوستيريور النر ريكارد. ده راهم ميديان واللاترال. هنا الانتيريور برانش بتاع البروفاندا النازل مع الراديال ريكارد، البوستيريور برانش بتاعه مع الانتر اوسيوس ريكارد. اعتقد ان بعد المحاضره ان شاء الله باذن الله تلات ارباعكم على الانتنسيف كيرف. الربع اللي فاضل هيبقى دين. ربع ديد ثلاث ارباع انتنسف كير، اللي هيروح انتنسف كير اكيد نصهم هيبقى ديد. يعني معناها ثلاث ارباع من بعض المحاضره ويل بي ديد. فاحسنكم ما تحضروش المحاضرات. ليه تحضروا المحاضرات وتموت ليه؟ ايه ريكارن بيرجع في الكلام؟ ما انتوش ريكارن. والتاني جاي لي كولاترال، انا مالي جاي طز في كولاترال على الكارت الثاني. وداخلين الاثنين اثنين ريديا ريكارنج مش هتروح وانت روسيا سيكارنج وانا استنوس هيرم ده ايه ده؟ مش حاجة.
هتفرق حاجه في بعض الاحيان. اي حاجه هعملها ايه؟ أنا فشلت في التعليم. لو ما فهمش يبقى صح. البونز اللي عندي في الفور أرم اللي ناحية اللاترال بيسموها الرادياس. والناحية الميديال بيسموها الأرم. وبعدين هنا هو منطقة الريست في الكاربال بون. والكاربال بون 8 زي ما انتوا عارفين. وعارفين اساميه. وعارفين اسم ثانية لما تلعب بوكر تكسر كله بيرس. ثانية. ثانية. لما تلعب بوكر او اي حاجه باسكت تكسب تخسر كله هلس ثانيه ريسكا فوري لما يونين تلعب ريكويتشيا بوكر بيزي فور دول اربعه البروكسيمي الديستنس تكسب ترابيزيا تخسر التاني ترابيزوي كله كابيتين هلس طامين دول التمانية بروكسما الأربعة ديستا الأربعة وبعدين بيتمفصل معاهم الميتا كاربال بون ميتا كاربال بون بيتمفصل مع الميتاكاربال بون الفالنجيز فالنجيز والجوين ده هي اللي ما بين الكاربال بون وما بين ده الريست جوين الجوين ما بين الكاربال والميتاكاربال دي بيسموها كاربو ميتاكاربال جوين الجوينت ما بين الميتاكاربال والفالنجيز ميتاكاربو فالنجيال جوينت وما بين الفالنجيز انتر فالنجيال جوينت يعني دي الريست ما بين الكاربو والميتاكاربو كاربو ميتاكاربال ما بين الميتاكاربو والفالنجيز ميتاكاربو فالنجيال ميتاكاربو فالنجيال ما بين الفرنجيز مع بعضهم interfalangeal joints. interfalangeal joints. تمام. كل ده كله كويس. اللي مش كويس بقى المسلز بتاعت الفور ارم. المسل بتاعت الفور ارم في الفليكسو جروب وفي الاكستنسو. الفليكسو جروب خمسة خمسة وثلاثة خمسة سوبرفيشال وثلاثة دي ثمانية والخمسة سوبرفيشال لو أنا حطيت راح إيد ده على الميديا إيبوكون دايركت ده الخمسة أهم زي صبع ما بحيرهم واحدة مش هتوصل للريست أبدا اللي هي ده التانية هتعدي والتالتة هتعدي وكلهم هيعدوا الا ده خمسه بسم الله ما شاء الله نبدا المزاد الفرونت اوف ذا ميديا كيبوكوندايل ده هو يسمى الكومن فليكسور اوريجن خارجه منه كل الفليكسور عشان كده الكومن فليكسور اوريجن از ذا فرونت اوف ذا ميديا front of the medial epicondyle.
اول ماسل الجورنيتو تيرز اللي احنا قلناه خارجه تو هيدز. احنا قلنا خارجه تو هيدز، بالمر هيد وهيومرال هيد، وهتعمل انسيرشن فين؟ في الموست كومبلكس بارت بتاع الراديال، راديال تيوبروست، الجورنيتو تيوبروست، فاكرينها؟ او في بعض. جورنيتو تيرز ماسل. واحنا خدناها بالتفصيل، اوريجن انسيرشن ونيرف سبلاي كلها تو هيز، والميديان نيرف ماشي ما بين التو هيز وبتديها نيرف سبلاي، وبتعمل بورنيشن وفليكشن. لانهم كلهم معديين ان فرونت اوف الايه؟ لان الكورن فيكس اوريجن هو ده. لازم كل واحد يعملوا فليكشن اوف ذا ام. بورنيتو تيز ماسك. صبرا الاس صحيح. وراها على طول فليكسور كارباي رادياليس. فليكسور كارباي رادياليس. ده ماسكة ان اهو في البيز اوف ذا سكند. مش مهم اهو بس دي فليكسور كارباي رادياليس. فليكسور كارباي رادياليس. خارجة من الهيومرس مش مهم التفاصيل. عمرها ما هيتمسك لي في الحته دي يقول لك اوبشن مين ولا سيشن مين. خد من هومرس وراح للبيز اوف سكند مثل تارسل بول، راح للهاند. لكن فليكسور كارباي رادياليس ليه؟ لان المسلز على ناحيه الصنب ده اهو بيسموها رادياليس، والمسل الناحيه الليتل فينجر بيسموها الناس. عشان كده كل مسل راح هنا اهو رادياليس. رادياليس. دي فليكسور كارباي ايه؟ رادياليس. هتعمل فليكشن لده وفليكشن لده لانها معديه عدد الايه؟ الريس جون. فليكشن الريس فليكشن الايه؟ فليكشن الريس فليكشن الايه؟ حلو زي بعض. المصل الثالثه خطيره جدا جدا. ادي المصل دهية خارجه من جوه فليكسور اورجن وماي بي ابسنت. دي جراحه ماسكه في الهان في حاجه اسمها بالمر ابو نيروزس هنكتبه بعد كده. المصل ده هي رفيعه جدا وصغيره وبيسموها بالمارس لونجاس. ادي ثلاثه ادي اثنين. اول واحده ده ايه؟ برونيتور تيرز. برونيتور تيرز. تاني واحدة فليكسور كارباي رادياليس. تالت واحدة بالمارس لونجاس. الرابعة. الرابعة دي محترمة. ولا تغفل باحترامها عن البرونيتور تيرز. مصر ده هي الليبر بلين على الدولة. يعني ايه تحتهم؟ حتى على البوسه تلاقيها مختفيه شويه. المصل ضخمه جدا. خارجه منين؟ خارجه من الريديوس لها ريديال هيد. وخارجه من الانر لها انر هيد. والاثنين رايحين عاملين تندون محترم. هذا التندون ده هو يجري على الهان. يتقسم ليه أربعة تندون، كل واحد يروح للميديال فور فينجر. وصل ضخمة، شوف بقيتها هنا أهو كلها. وصل ضخمة جدا وفتحة مصيبة. المصائب أهي جزء منها باين أهو، لكن معظمها تحت دول. وزوق نعمل سوبرفيشال جروب للفلكسور. فلكسور ديجيتورا سوبرفيشياليس. لانها سوبرفيشال يعني في واحد تحتها مصيبه زيها هتسميها فلكسور ديجيتورا بروفانداس اللي تحتها، لكن دي سوبرفيشال عشان سوبرفيشال. التندون بتاعها رايح يمسك في الميدل بيز اوف ذا ميدل بالانس اوف ذا ميديان فور فينجرز. لو
الأربعة الميديا، مالوش دعوة بالصم، لا. الأربعة الميديا بس. الجراحة ماسكة في البيز أوف ذا ميديا فانت. ماسكة في البيز أوف ذا ميديا فانت. البيز أوف ذا ميديا فانت. البيز ما توصلش لمين الترم فانت. وزيك عمرها ما هتتني الترم فانت. هتبدأ تعمل فليكشن بس لمين؟ لها للإلبو لأنها خارجة من اليومرال وريديال والنر، يومرال النر هيد وريديال هيد، وهتعمل للريست جوينت، هتعمل الكاربو متكاربال جوينت، هتعمل انترفرنجيال جوينت بس الأول البروكسيمال ده هي بس والميدل هتتميل لأنها الانسيرشن بتاعتها هنا مش هتوصل لمين؟ ليه الديستال بالانس، لكن الديستال بالانس فليكسل مش لدي. دي ما تعملش فليكشن للديستال بالانس ابدا. فليكشن دكتوره مين؟ مين؟ انتوا فين الاول؟ انتوا فين؟ يعني موقعكم دلوقتي فين؟ اعتقد انكم نسيتوا حاجتين، نسيتوا الزمان والمكان. حوصلكم مرحلة تالتة انكم تنسوا الاسم كمان. يعني طلعوا من تقدروا تمشوا البيت مين مين ولا لا عارفة الزمان ولا المكان ولا اسمه هتبقى يعني مشكلة. والله لازم تعرفوهم والله. والله ليه بقى؟ لأن البوينت أوف تيرز ده هي لما بيحصل انجل الميديا النابل اللي هو ماشي فيها ده أبص ألاقي الفرقة صبينين عشان بنرسى في الباقي. لازم اعرف لازم اعرف لازم نعلمكم لازم تعرفوا. طيب اخر واحده اللي هي الخمسه سوبرفيشيا اللي هتو هيز برضه مش احسن من حاجه. خارجه بهيد من الريديوس الهيومر وخارجه بري هيد من الالنا من ورا والاثنين هيد يرتاحوا مع بعض بيعملوا لي ماسل تمسك في الفيزي فورم فوق. هذه الماسل تحيه يجي الالنا النار، الالنا النار بعد ما يدخل ورا الميديا تيبكال دايت يجي داخل الفور ارك بتوين ذا تو هيدز اوف ذا فليكسور كارباي الماجس ماسل. يجي ماشي ما بين التو هيد وماشي تحتها. الالنا النار عشان كده الالنا النار ممكن يحصل له انترابمنت في القلب. وفي كيس عندكم تي بي ال تي بي ال هتلاقي عيان جاي يشتكي من نمس وتنكلينج في الميديال تو فينجرز ميديال تو فينجرز لان الالنا النار بيغذي السكين بتاع الميديا تو فينجرز بتاعه. فحصل له انترابمنت في مين؟ عند القلب. ليه انترابمنت؟ لانه ماشي ورا الميديا اللي بيكون ده. ادي عضل كل شويه بفعص فيها وبعدين ماشي ما بين التو هيدز بتوع الفيكسور كارباي النانس فممكن تفعصها في اي وقت بيحصل له انترابمنت البو انترابمنت للالنر نير عشان كده حصل الايه؟ التنجلينج والنمنس دي الاثنين فين؟ دول ولما يتشرح الالنر نير هتعرفوا تفاصيل اكتر عن الحاله دي بالذات لكن هي دي اساسها اساسها اللي حصل انترابمنت. جيت ليه؟ تدري ده الحمد لله كنت نفسي نفدت بنفسي دول مقدود ديل دول خلاص دول شويه وهنشيلوهم وعلى المشرحه بتاعتنا جيت ليه بس جيت ليه بس سبحان الله يعني في واحد بيجي نعم لا تو هيدز زي البروتر تيري البروتر تيري كان داخل فيها الميديا نيرف تو هيدز محدش احسن من حد ان الله النار دخل ما بين التويست على فيكس الكارباي النار ايه؟ النار نار الالنا يجي ماشي ورا الميديا دي بيكون ده اهو
وبعد عشان يدخل فور ار يدخل ما بين التو هيدز بتوع الفليكسور كارباين الناري النار نار الالنار. طيب دول الخمسه السوبر طبعا اكيد 100% هتعمل فليكشن لمين؟ وهتعمل فليكشن لمين؟ للرس اكيد هتعمل فليكشن للرس ما هي الا الفاوله وهي بايظه بايظه المص اللي تمسك على الالنر سايد هنا اهو اما الكونتراكت تيجي عامله الريست جوينت كده اهو تشدها ميديا كده اهو يعني ادكشن المص اللي ماسكه على الراديال سايد اهو تعمل لها مين؟ ادكشن ولذلك الفليكسور كارباي النار ازاي تعمل ايه؟ تعمل ادكشن جدع والفلوكسو كارباي راديالس الحمد لله نيجي للديب جروب للديب جروب معلش انت عارفين لما بتخلصوا بدري هيبقى في فرصه انكم تراجعوا في فرصه انكم تشموا نفسكم في فرصه انك تخدمي الهاب ده اذروايز مش هتعرف تهدمي هذا المعدل ومش فاهم ولا عارف حد خالص معايا. فمعلش يعني انا ايه؟ مش انا مش مفتري عليكم لا انا رؤوف بيكم رحمه كان بيكم والله. انا عارف ان ايه المصيبه بتاعت الاخر ازاي؟ مصر كتيره وجوينتس وفانكشن ونير وباراليسز وكيسز كتير. هما الصباح الديب جروب ثلاثة وحني على هذا معلش هاني وتقرب البولز اهو ثانيه لما تطلع على روتر تكسب تكسب كله هانز وقالت لي انها تقرب البولز بعد سام بول وقالت سكن يبقى سربل وقالت فرنجيز ثلاثه اللي على فكره اثنين بس في السام السام ليه اثنين بس فرنجيز الباقي كله ثلاثه ده الميدل فينجر اهو وفي ادي الثلاثه اهو ده الرينج فينجر وادي الثلاث بطرس والبلبر وادي الفينجر في ثلاثة ماسلز موجودين واحدة طالعة من الراديوس والانتروس ممبرين وراح تمسك في البيز اوف ذا تيرمينال فالانكس اوف ذا صام ليكسور بوليسيز لونجاس مصر طلع من الراديوس وراح يمسك في البيس وتغير للفات عشان كده هتعمل فليكشن للريست وتعمل فليكشن لمين؟ للصامب وكل كل الصامب كله لان هي رايحه ماسكه في اخر حته تعمل في الفالنجيز وتعمل للمتكرر فالنجير جوينت وتعمل فليكشن للريست ايضا لان معديه ويك فليكسور بوليسز لونجاس. الثانية على الناحية الثانية على الألنا مصر ضخمة جدا من الألنا والإنتروس ممبرين ومصيبة المصيبات وكارثة الكوارث والفك المفترس ديكسون ديجيتورا بروفاندس بروفاندس يعني تعرفين يعني بروفاندس يعني ايه؟ يعني حاجه ضخمه بروفاندا اسمها بروفاندا يعني حاجه كبيره ضخمه مصر هتشوفوها تتخض وصل انتم مش هتحسوا بحاجه
انتوا هتطلعوا من المحاضره مش هتحسوا بحاجه، انا متاكد من هذا. لا تتخض ولا تعرفوا حاجه وماشيين كده اهو. مش اي حاجه خالص، اي حد يناديه برضه انا عارف. وعندكم حق يعني حرام. هذه مصر ده هي تروح تعمل اربعه تاني. محدش احسن من حدس وشاسكه ممكن تعمل اربعه تاني. لكن دي جراحه ماسكه في مين؟ في الثيرمال بالانس اوف ذا ميديال فور فينجر. الثانيه كانت بتمسك في مين؟ في البيس اوف ذا ميديال، لكن دي هتمسك في البيس اوف ذا ثيرمال بالانس. وذاك هي اللي هتعمل فليكشن للثيرمال بالانس وفليكشن انتر فلانجر وفليكشن انتر فلانجر وفليكشن للريست جوينت. بتعمل فليكشن لكل حاجه. بروفانتس بروفانتس. وبعدين في مصر العين غلبانه وسط الوحوش ده هم مصر غلبانه دي طالعه من الريديوس ورايحه للقلب وتحتهم ومربعه الشكل اللي هو صغيره. هذه المصر اسمها برونيتور كوادريتاس. كوادريتاس عشان مربعه فسموها كوادريتاس. يبقى انا عندي فين كام برونيتور؟ اثنين. برونيتو تيرز لانها ملفوفه ومدوره هتشوفوها. تيرز يعني مدوره. هتلاقيها ملفوفه كده. لكن دي برونيتو كوادريت. تيجي فاتحه ما بين الاثنين هتلاقيها على طول. برونيتو كوادريت بتعمل برونيشن. ركزوا. اخر حاجه هنمشي. كل المصل ده هي السوبرفيشال جروب. السوبرفيشال جروب كان كام؟ خمسة. كلهم سبلايد باي ذا ميديان نيرف اكسبت واحدة بس الفليكسو كارباين النيرف. ليه؟ ده انا لازم سبلايد الانر نيرف. ده الانر نيرف ماشي اوريدي التويز بتوعهم. ازاي هعدي ما بين التويز بتوعهم ما يبقاش نفس وضعهم؟ ده تقتله. خلينا ناخد نفس وضع الانر نيرف. اكسيت فليكس وكارباي الناس دي بتاخد نفس الطاي من الانر نيرف. دول سوبرفيشال جروب. الميديال نيرف ده هو اللي بيدي برانش اسمه الانتيريور انتروسيوس نيرف. هذا الانتيريور انتروسيوس نيرف ماشي ما بين الريدس والالنا يسبلاي الفليكسور جيتورم بروفاندس سبلاي الفليكسور فورسس لوندس سبلاي الفورنيتور كوادريتور. ده الانتيريور انتر اوسيوس نيرف برانش فروم ذا ميديان نيرف. هتقولي طب ما انا ممكن اقول دول كلهم من الميديان نيرف. لا، الميديان نيرف بيدي الايه دول، لكن بيدي برانش الانتيريور انتر اوسيوس بيسبلاي دول. الفليكسور جيوتورام بروفاندس عشان ضخمه والقنا النيرف بعد ما بيعدي اهو ويدخل ما بين التويت كومبلكس والكربايه بيمشي فوقيها عشان يوصل للريست. ماشي فوقيها مين؟ الارنا انت لازم يديها لنفس الارنا. عشان كده الارنا النار في الفرقه بيدي مصل ونص. بيدي فلس وكربايه الناس كلها وبيدي نص المين البروفان. والبروفان تستخدم من هنا من ايديا تاخد من الارض. دبلي انرجيتد. زميلكم بتبصلي بتضحك. انا عارف هي بتضحك ليه؟ هي بتضحك. الراجل ده كل شويه يقول لي انا همشي همشي مش عايز يمشي مش عايز يمشي. ايه حكايته بالظبط الراجل ده؟ لكن انا هحقق لك كله منين؟ قال بس حد ايه يفتح لي طريق. بس اشكركم والله اشكركم على صبركم بصراحه. المحاضرة تابعة للمحاضرة اللي فاتت ولا شيء؟
مش اول ما تفوقي تخبطي فيا. انت كنت نايمه من الصبح مش عايز حد يتكلم خالص لغايه الاخر. سوف ارسل لكم كل حاجه باهميتها الاستراتيجيه. ما تسيبش حاجه مهمه وامسك في حاجه مش مهمه وضيع فيها الوقت. في الاخر المهمه اكلوته انا ازيدها. مفيش دعوه بحاجه. مش عايز يتكلم في حاجه. انا في الاخر هرسل لكم كل اللي انتوا عايزينه.